بالرغم من مرور نحو 4 سنوات على تهجيرهم ونزوحهم، يجد سكان المناطق المحيطة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين أنفسهم في مأساة حقيقية، فهم في مخيمات ولا يتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، ويقول السكان إنهم ممنوعون من العودة إلى ديارهم، وهو تغيير ديموغرافي واسع يشمل القضاء وأقضية أخرى في صلاح الدين. كاميرا برنامج مع الناس وثقت آراء النازحين ومشاكلهم. احنا نازحين محافظة صلاح الدين من منطقة قضاء بلد عشيرة الرفيعات. نزحنا في 10/10 او بالقص 10/6، طلعنا من ديارنا وصار لنا 3 سنوات ونص في بغداد. استقبلونا مخيم التكية وحملونا 3 سنين ونص، وفرونا المدارس وفصلونا الماء والاكل، فنحتم وللأسف نحتم على عمليات بغداد. طلعونا قصرا من المخيم ولحد الان مناطقنا ما مفتوحه، قالوا الى مناطقكم، واحنا ندري مناطقنا لحد الان ما نسمح له بالعوده، فجابونا السيارات وشيلونا قصرا. ونتشكر من امر لواء محمد مال الله الرجل خير والاستاذ عام قائم مقام بلد جزاه الله الف خير، والعلويه منار جو ساعدونا ويانا وقفة رجل مشرف حقيقة. احنا معاناتنا معيشة تحت الصفر، نريد ديارنا. احنا شنو القاعدين هان على وش قاعدين؟ بيوتنا كيلوين بعد كيلوين. احنا نريد الامن والامان ورجعونا الى ديارنا. الناشد الخيرين والناشد رئيس الوزراء والناشد المحافظ والناشد كل واحد خير وشريف أن ينظر إلى حالنا وينظر إلى النساء والأطفال. إحنا نريد ديارنا، صار لنا 4 سنين قربة، فكافي. أما يسوون لنا حل، أما يقولون لنا يابا أنتم مو عراقيين، ما أريدكم، خل نطلع، خل نهاجر إلى أي دولة ترحب بنا. إحنا هذا الوضعية ما تعجب، دبونا بهذا المكان، يعني هذا المكان مو ملائم للعيشة. فنرجو ونرجو ونرجو من المرجعية الدينية أن تنظر إلى حالنا، من المسؤولين، من أبو مازن إلى أصغر مسؤول في الدولة في بلد، أن يسعي لهذه الأطفال، يخاطر هذه الأطفال والنساء، يسوون لنا حل ويرجعون لبيوتنا. بيوتنا كيلوين متر من هون. إحنا جينا صار لنا شهر وهاي معاناتنا، يعني إذا بالصيف هاي العوائل تنتهي، هذا الأطفال تنتهي هذه. زين، غير بيئة غير ملائمة للمعيشة. زين، هذا البق بالليل ماكلهم الذبان، يعني وضع يرثى إليه. وإحنا نطالب بشدة ونرجو كل شريف عراقي سياسي أن ينظر إلى حالنا وأن يرجعونا إلى ديارنا. فإذا ما يرجعونا لديارنا، خلي ينطونا يقولون يابا ما نقدر نرجعكم، إحنا ما أنتم مو عراقيين، خل نطلع ونروح لغير دولة. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا بالنسبة لنا نازحين من عشيرة الرفيعات في قضاء بلد صلاح الدين، منطقتنا تبعد منا كيلو ونص كيلوين. يعني هسه احنا كنا هاي 3 سنوات ونص قضيناها ببغداد بالمخيمات، لاقينا الويلات بالمخيمات، حر وبرد ومطر وفيضانات، وشفنا مرار بهاي ال4 سنوات. ذنبنا شنو؟ واحنا جابونا هسه من بغداد هنا بمحطة بلد قرب ديارنا تبعد منا 2000 متر. منطقتنا سكان منطقتنا تقريبا يعني بالعدد القليل يعني أقل شيء 3000 عائلة نازحة من هاي المنطقة. منطقة منكوبة صار 4 سنوات، 4 سنوات ما أحد دار باله علينا من الحكومة نهائيا، مستحيل. لا محافظ ولا رئيس وزراء ولا كائن من يكون من هاي الدولة. معاناتنا إحنا كل شيء ما نريد منهم، لا أريد منهم مساعدات ولا أريد منهم فلوس ولا أريد منهم أي شيء. أريد منهم نرجع لمنطقتنا، بس نرجع لديارنا لبيوتنا. احنا بيوتنا هسه انا اذا اصعد على هاي البنايه اشوف بيتي، هسه اصعد على هاي البنايه اشوف بيتي، وبيتي مدمر.
احنا منطقتنا مدمره، عشيره الرفاعات مدمره 90% او 95%، يعني كل 500 بيت ما تلقى بيت عامر. احنا بالنسبه لنا انطينا ضحايا وانطينا شهداء وانطينا ما انطينا زين، وهاي لاقينا الويلات 4 سنوات عوائل ماتت، اطفال تدمرت. هسه جابونا هان، احنا التقينا ويا المحافظ، المحافظ جانا هان صحيح ما ننكر، جانا هان حكينا وياه، فالحد الان صار شهر ما سوينا اي حل، اي حل ما صار لنا. هسه 75 عائله ساكنه بهاي البنايه، يعني احنا كل غرفه مترين بمتر 3 امتار بمترين، هاي البنايه مال سكه الحديد ساكنت بس 3 عوائل 4 تصفيط الرقي. هسه انا من الضيم طلعت بنيت خيم، هاي خيم بنيت خيمتين هان قعدت انا وعائلتي، عوائل 2 عندي زين. احنا نطالب المحافظ ونطالب المسؤولين المعنيين علينا بان يرجعونا لبيوتنا. احنا بيوتنا هذه قلت لك اذا اصعد على البنايه اشوف بيتي. احنا النوب من جابونا من بغداد كتلنا القهر والضيم، يعني لو يجون هنا يموتونا احسن، لان يعني جريمه تشوف بيتك ما تقدر تروح له زين. واحنا نشكر قيام مقام بلد، بس ما بيده شيء. استاذ عامر رجال جانا واستقبلنا صحيح، بس ما بيده شيء، ما عنده قوه كافيه بان يوصلنا لبيوتنا. امراض اكو، تدمرت امراض حب هاي، يعني فد مكان مو نظيف، امراض حتى جدري صار حب، واشكال الامراض عندهم الاطفال، اشكال الامراض عندهم الاطفال زين. احنا يعني بيوتنا هذه بيوتنا، احنا نطالب لا اريد صحه ولا اريد ماده ولا اريد مساعدات ولا اريد كل شيء، اريد يامنون لنا بيوتنا ومنطقتنا. تبعد بيوتنا قلت لك 2000 متر هاي اللي اريده، بس كل شيء ما اريد من الحكومه زين. مو بس بوقت الانتخابات، انا مواطن عراقي، بوقت الانتخابات يجيب لي علاقه، لو يجيب لي رصيد، لو يجيب لي شيء شكليته تعال انتخبني زين، تنتخبني بدمي، تصعد بدمي على كرسي 4 سنوات تبوك خيرات العراق، تسحب من دم هاي الاطفال، من دمي تسحب 4 سنوات، وهسه انا بالضيم ما تعرفني؟ يا مسؤول ننتخبه، يا مسؤول نكون واقعيين، نحكي واقعيين. احنا هذا صار 15 سنه يضحكون علينا، لازم نصحى. هسه هاي وقت انتخابات زين، اذا بخت الانتخابات ودعايه انتخابيه ما جيتني، لا نائب جانا، لا احد جانا، لا سوونا بيوتنا، يعني تعجز حكومه ترجعني لبيتي بعد 1500 متر يريدني انتخبه؟ ما ننتخب احنا، لا ننتخب ولا اريد الانتخابات اصلا، لان انا مو عراقي احس نفسي، انا مو عراقي، انا الوطن بيتي وطن، البيت وطن، انا اذا مطرود من بيتي ما عندي وطن، بيت الوطن مالي، انا مطرود من بيتي ما اقدر اروح له، انتخب من؟ ما انتخب. شريد حكي اريد يعودونا لهم، كل شيء ما اريد من العبادي، اما اكرر على عبادي، العبادي هو السكينه مالتنا، عرفت؟ هو الكتن، لا هو اللي مسوي لنا حل وراجعين لهن، ولا هو ها هي عمليات بغداد، هم من هناك دزون، هو الامر من العبادي. جينا مثل الساعة يمكن بعدنا ما وصلنا قد جيل، وصلنا بال9 بلد معمل المعجون، اي من الصبح الثاني يوم العصر احنا بالسيارات زين. وهاي الاطفال شوفها كله والله العظيم، من ذاك اليوم لليوم الاطفال مريضه، وحتى الوادم الكبار مريضه زين. ذا نبنا شنو والله؟ احنا صار لنا شهر يمكن 32 يوم هون. معاناتكم شنو؟ امراض شنو؟ والله يا خالي سرطان وحب وسخونه واسهال، يعني ماكو هيك. اريد من الله ومنكم ترجعونا لبيوتنا، وكل شيء مريد من العبادي زين. محافظنا جابنا هانا، من طالب بنا محافظنا، صار ايه من السجن واحنا ندعو ونصلي يا رب يطلع، لو ما طلع احسن. اي والله ما سوانا حل، جابنا هانا بهاي النزيزه بهذا الوسخ وذبنا، يمكن هاي بعد امي ما جايه ولا ابوي، هاي العماره صايره البنايه.
شبابنا والله هاي وانا عاطلي شاهد الله اكو يعني عنده راتب ما اكل ما عنده راتب ما ياكل اكلكم شربكم والله اكلنا وشربنا خبزه وشايات ومرقه وهذه اي والله متاذين كثير متاذين كثير من كل شيء مرقه معجون عشان مرقه معجون الصبح شاي شنو ما متاذين والله عندنا هان مستوصف عندنا بطاقه نازح يداوينا ما عندنا ياخذ 2000 دينار احنا مو عمليات بغداد خذتهن سحبوهن من عندنا قبل ما نجي بيوم وين لا 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 ما عندنا وسع ها الا فلوس ايه وسع الباجات مالتنا لحد الان ما طلعن ايه واحنا نريد من الله ومنكم العوده لهن ورحم الله والديكم. احنا نعاني معاناه شديده كلش هنا شديده يعني بحد يعني ما توقع يعني هنا البق ماكو المغرب يعني ممكن ياخذ منك نص لتر دم يوميه يعني ما تقدر بس هاي تدري شوف هاي هيكل وطابوق وما ادري شنو يعني معاناه ما تراد بالاضافه الى احنا يعني هسه على 65 عائله و70 عائله ما اعرف تعدادهم شقد احنا ولا موظف عندنا ولا موظف يستلم راتب كلنا عاطلين عن العمل احنا شغلتنا افلاحه انا رجال فلاح يمكن اذا رجعني لمنطقتي يمكن ان افيد الدوله وافيد نفسي يعني انا شغلتي فلاح ما عندي غير الفلاحه يعني هاي كلها فلح الناس فلح شغلتهم الفلاحه يعني مصدرهم المالي من الفلاحه يرجع القاعه يمكن يعين نفسه واضافه يعين الدوله يعين الشعب ولكن احنا يعني موجودين هنا في المخيم هذا جادعيننا هاي سكه المحطه مال القطار يعني هم رجعونا رجعونا ديارنا معاناه شديده وطويله هاي مده 4 سنوات معاناة احنا نريد يعني جابونا من هناك فرحين قالوا لنا لبيوتكم ولما وصلنا لهان اصطدمنا باننا جابونا المحطة القطر حطونا كل 5 عوائل بغرفة شفنا يعني بداية البداية اول 10 ايام او 15 يوم كل يعني كل 40 نفر او 50 نفر بغرفة طولها 3 مترات يعني العائلة تعرف ابو الريف يعني اطفال هواية أبو العشر أطفال عنده والعنده 11 طفل يعني وخمس عوائل بغرفة واحدة أي بعدين يعني شوية تحولنا يعني تنفسنا تحولنا بهاي الخيم بعد بس لكن خيم شنو مكان متروك مدرسة قيد الإنشاء يعني بها طابوق وبها كسر وبها يعني شوك يعني تجمع الذباب وتجمع الأفاعي تجمع العقارب يعني كل أنواع الحشرات وال الزاحفة والغير الزاحفة أمراض الأطفال قاعد يعانون هواي يعني هاي هسه الأطفال تقريبا كل بيهم حب يعني بوجوههم برجليهم من الحرق البق يعني من واحد إلى واحد وتدري الطفل يعني بالمغرب يقومون كلهم يعطون كلهم يصحرون يستغيثون من البق ومن قد ما يجتمع البق يعني ويا غياب الشمس يعني يهجم البق هجمة مو طبيعية على هاي الاطفال هاي المساكين هاي الاطفال شوف هاي الاطفال بالنسبه لحالنا حالنا عايشين ماساه هانه كل 5 عوائل بغرفه واخرى وثانيه عندنا طلاب راحت عليهم هاي نص السنه ما امتحنوا مدارس ماكو ما حد جي لحد ساعدنا بالطلاب المساعدات جاي يجيبون لنا يجيبون حاجه بسيطه يجون بس اعلام يصوروننا ويطلعون يعني ما جابوا لنا شيء هو براس خير وفادنا الطلاب راحت عليهم يعني احنا اهم فقره عندنا الطلاب راحت عليهم نص السنه مدارس ماكو المدرسه من هان قريبه لحد الان ما سووا لنا حل ودينا طلابنا للمدرسه وثاني نقطه الدوله ما حد حج علينا والانتخابات بالنسبه للانتخابات احنا النازحين اي شخص من عندنا ما ينتخب الى ما يصير لنا حل ونطالب بالمحافظ ابو مازن ونطالب بالحكومه العراقيه كلها بالعوده لمناطقنا يعني ما نريد لا مساعدات ولا نريدهم يدحجون على اي شيء يجيبون لنا ما نريد عندنا خير من الله ما نريد اي شيء اهم فقره مناطقنا وطلابنا يعني هذا الطفل شنو ذنبه تروح له سنه من المدرسه شنو ذنبه ما يعني ما المساعده جايب لي باله ما يجيب لي كيلو تمن كيلو شكر هاي ما رايده والله هي الدنيا حاره احنا من السعبه ليش عندنا الحار
ومن الساعة تكون تيجي مكان ويشوف الوضعية أي شخص ويشوف شلون نفس على نفس، وكل خمس عوائل قلت لك الغرفة ثلاثة العرض ثلاثة والطول أربعة، كل خمس عوائل بغرفة هالبق يعني ناس فوق ناس. الأطفال عندنا أطفال يطلع من المستشفى اليوم ثاني يوم الردة من وراء النفس، طبخك أكلك منامك سبحك كله بهالغرفة يعني. والله بالشتاء احنا جينا مطرت، هنا اول ما جينا مطرت، بالنسبه للغرف خرن علينا مي مفطر الغرف من فوق والمي على العوائل، يعني معيشتنا مأساة مأساة يعني. لا اقول لك مأساة مأساة فدنا ومأساة، لا ما ننتخب لا ما نعود مناطقنا، ما حد ينتخب لان ما جيت علاش انتخب انا، من ما حد جاني من الدوله، ما حد قال لي ولا حد قال انت شنو حالك صار اربع سنين. انا يعني مع احتراماتي لكم دايحين ما حد جه وقال يعني وقت الانتخابات يجي علي وانا ارددك وما شنو انتخب، لا ما حد ينتخب. يعني احكي لك عن نفسي انا ما انتخب، الى ما اعود المناطق ما انتخب. والله وضعنا مو زين وعيشتنا مو زينه، اريد رجعونا لديارنا وكل شيء ما اريد. هانا محصورين كل خمس عوائل بغرفه وضيم، يعني عيشتنا ما ترد والبق ما كله يعني وضعنا والله يا اخي مو زين. والله اطفالنا مدمره، شوف اطفالنا شلون، اي والله امراض وتدمرت يعني مستقبلنا راح، لا دراسه لا كل شيء، اطفالنا راحت. كنا السعاده احنا كل شيء مر السعاده، بس نريد لديارنا مريد كل سعاده. عايشين يعني عن مساعدات وعلى هال على اللجنة تجينا، يجيبوا لنا سلة غذائية وما أدري شو يجيبوا لنا ببغداد هناك، كنا عايشين عليه. أي زينة، بس لا أسا إحنا نريد أسا نريد نريد نرجع مناطقنا. والله يعني ما تراد عيشتنا من طمطر الدنيا. شو يصير تدمر عوائلنا، جهنم تدمر، إحنا تدمر، طيانة وغصخ تدمر، وبالصيف والله من دمار. ناس على ناس ناس على ناس، شلون ما ترد العيشه؟ اذا واحد طرد من عندكم شلون؟ شلون يعني؟ يموت. يموت غير؟ لا 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 والله ما ادري شنو الموضوع، انا سوينا باجات ما سلموها لنا. نطالب نريد نرجع لمنطقتنا غير؟ اقول اريد نرجع اريد نرجع لديارنا غير؟ وهذه هي. هاي الطلاب والشباب كله عاطله، لا مدارس لا رواتب لا عمل، صار لنا اربع سنين. جابنا ابو مازن خابر عن عمليه بغداد، جابنا هان حطنا، قال ريتهم يجون لديارهم، تالي ضحك علينا حطنا بهاي الخيسه ونومنا. جي هان وقف قال الله كريم الله كريم، وشو خلانا لا محافظ ننتخبه، لا اي واحد من هاي الحكومه ننتخبه، يرجعونا على مناطقنا ننتخبهم، ما يرجعون الله وكيل ما ننتخب واحد، خلاص ما خلاص. ومعاناتنا طلابنا قعدت من المدارس، وشبابنا لا اكو وظائف لهم، لا لهم شغل، لا اكل، لا كل شيء يعني. هذا هاي ترى مهنة، وانا كنت قبل اجي اخذ قالب ثلج منها انا بلعب اروح لمنطقتي مشي، يقدر يرجعني انا اروح مشي كنت عليه، والله قالب ثلج مسواق واروح مشي عليه. ليش ما يرجعنا؟ شنو يعني شنو العائن وما يرجعنا؟ هو مو حكومة؟ وهاي الطلاب يعني هاي الجهال شنو ذنبه؟ هاي الطلاب هاي كلها تاخذ كانت هناك ببلد بغداد كلها عشرات، يعني خطيتهم برقبت من؟ برقبتي لو برقبت الحكومة. أبو مازن داعبنا خوش داعبنا داعبنا حطنا بالخيسة والبق ومنهزم، جاي يبو يقولوا فلوس يقعدون بالدول ونايمين على ظهرهم، خلي يجيب عائلته، خلي يجيب عائلته تنام هنا يوم واحد، انا يقدر. هاي هاي الجهال لا كتب لا مدرسه لا هدوم، هاي خلف الله على مثلكم صار يجيب لنا سلابات، احنا اهل الخير نلبس جهالنا سلابات من وراء هاي البوكوم، احنا ما كنا نلبسهم سلابات، كنا نلبسهم احسن اللبس. هسا احنا هيك سوابنا قمنا نلبس سلابات، صار بنا مرض سرطان وصار بنا امراض، الدنيا كلها انتقلت علينا. جيبونا ماي خابط، جهالنا كله صار هسا حين الله وكيلك، عندنا جهال انتهت خلاص. نروح نجيب سيت المي بألف دينار، هو المهجر يقدر يجيب سيت مي بألف دينار؟ ها؟ يوم يريد له ثلاث سيات ب 3000 دينار. شلون يعني واحد هيك يعيش؟
انت لما هسه انا حتى انا نسوانا انت واخوتنا انت عرضنا ما خلناهني خلفه من هذا العمل. هذا عمل حتى انا يعني الله صارت بهم هزه ما تابوا والله ما يكتبون بجايبوه يقولوا نايمين ناس تودي بدي ولا يضمون فلوس لهم واحنا مدحين عم يخلي يقولون هم انتم مو عراقيين نصبح نسوي كتب ونمشي لا كل ما يشيل علاقه مثل اللاجئين ونمشي احنا صرنا لاجئين. اي والله من هو من هو جي ابو مازن هناك والله يطالبكم ابو مازن جاب العمليات علينا فطنا حميله ظلنا بغداد احسن انه جهانة تدري اهم شيء جهانة تدرس امشي جهانة كانت تدري هسه وقت انتخابات جابنا ريد ينتخبوا بس بلغر انا الشريف ما ينتخب اي واحد الا ما يرجعنا على ديارنا ويجيب عوائلنا. احنا مو بس احنا فوق 300 اكثر الاف الاف العوائل رجع ها والله عايشين بذل وعايشين بمهانه وعايشين بكل شيء والله لا ينطل حكومة والله لا ينطل مسؤولية والله لا يوفقهم مثل ما يدحدون على هاي العوائل والنسوان. احنا بيتنا ترى لو ما اهل بلدي يلفونا بيتنا بالشوارع بيتنا بالشوارع احنا وجهاننا تمرضت من ذيك الليلة ان بنابة خلف الله على الغيم مقام جاب لنا عشاء وعشاء جهاننا وريقنا. ايه ليش هم يا وين هاي الحكومة خالي ماكو حكومة والله حكومة بوق قدامهم أقل لهم وقدام أي واحد حكومتنا مع البوق جايبون ينامون ما يسألون علينا. أي والله والله كل الدنيا تدريبهم كل بوق ونهب وصار جاي يضمون بدي ولا فلوس وإحنا دايحين اليوم 4 سنين صار ليش ما يسألون علينا ليش ما يقولون أرد نروح على هذول المهجر لا عندنا داعش هو داعش ذبحنا كلنا ما خلابنا غير يجي يابا أكو مسؤول يجي علينا يقول لنا شنو السبب المنطقة ما بكلها حد الساعة لا داعش ولا إيه ما يرجعنا إن شاء الله 4 سنوات 4 سنين صار كل شيء ما به إي والله تأذينا كل زلمنا راحت إي من 2006 إلى حد الساعة أنا جاي حاجك وما عندي غير أولاد واحد اقتلوه ظل واحد هم اثنين واحد اقتلوه واحد طب وعن أدواعش وظلت هالساعة أنا 16 نفس برقبتي على راتب مال أرامل كل 3 أشهر 200,000 الميتين لا بحظ التعويض من الحد الآن ويوم منطيت المحامي يومية باشر يومية باشر صار يوم كم سنة ما يعني أنا ما عندي فلوس انطيتها غصبا علي اللي يمشي به وعن نجاح لو عندي فلوس أروح أنا بس ما عندي. صارنا من 2014 نازحين وجابونا من بغداد الى مناطقنا جابونا لبونا بقضاء بلد بمنطقتنا رحبنا القيم مقام وهلابنا وكرمنا ونشكره ورحم الله والديه. ظلت هسه جابونا هسه حاليا بهاي الغرب كل 4 عوائل كل 5 عوائل بغرفه والغربه ما تتحمل عائله واحده ما تتحمل ونطلب من الله ومن الدولة ترجعنا لديارنا أكثر من هاي مريض غير هذه ونشكرهم ورحم الله والديهم. معاناتكم حجي ها معاناتكم والله معاناتنا زينا هسه حاليا بس بالدولة بالمكان هذا أكيل شروب أمراض شنو والله المريض يروح للمستشفى ياخذ منه فلوس يلا داونه امراض كثيره هذا الباكلانه واطفالنا تشوفها مثل المجرمه يعني بالنسبه له من التلتيق مال البق. انت شنو وضعك انت؟ والله الوضع هذا حاليا وضعي هاي قاعد بالكرسي وقاعد ساكت ما حد ساعدك؟ انا؟ لا والله ما حد ساعدني لا مساعده لا عربانه لا مساعده لا يعني من جينا هانيه لحد الان كل شيء ماكو لا خلف الله. منياتك شنو منياتك؟ منياتي اريد ارجع لديرتي لمنطقتي الارضي والداري. بسم الله الرحمن الرحيم انا طالب صف 3 متوسط
كملت نص السنه وطلعت من القاضي عمليات بغداد، طلعتنا قصرا من مال المخيمات، كنا ندرس بالمخيم عندنا مدرسه، طلعونا رفعنا اسمنا رفعت للتربيه بعد ماكو نقل، لازم ما ننقل من هذا صلاح الدين، لازم الله نروح لبغداد ونمتحن، انا لاكو مدرسه لا قرينا ولا كتبنا. وهاي كلها طلاب، ابتدائية عندنا 100 طالب، متوسطة عندنا 30 طالب. وعندنا الثالث احنا 10 طلاب من جيد. وبعدنا هان احنا. واحنا نريد ان المحافظ ينسق لنا ويا التربية هاي ينقلنا هان. لحد الان كل ما نروح على المدارس ماكو، قلنا الاسماء الثالث متوسطة الرفع. هي وسادس ابتدائي. وما تعال ننقل. ها؟ حلمنا نكمل مدرسة، ها ما نظل فلاحين. فلاحة ما تفيدنا، هسا احنا قيعانا ما يعطونا اياها. احنا نريد نتقنب مستقبلنا، شوف مستقبلنا وين. نظل هيك قاعدين هنا بالخيمة معكم، تعبنا والله. أصدقائك شنو؟ أصدقائي وين شايف أصدقائي؟ هم ظلوا اثنين من ثلاثة ورا باقي الأوراق. أصدقائنا هسا بالمدرسة، احنا ظلينا يمكن هذا ثمانية مثل طلاب ثالث. كلها هسا أنا ربعي هسا خامس متوسط، سادس. وانا بعدني بالثالث ترك السنتين كلها ترك السنتين من وراء داعش وسنتين من وراء عمليات بغداد والمحافظ. هاي انا عندي سنتين راحه يعني طالب الحكومه نرجع لديارنا. المدارس نريد مدرسه هان. مدرسه ما يقدروا يسوونا خلينا ينقلونا هان بلد للناحيه باي مكان. عمي كنا احنا ببغداد عايشين احسن عيشه، جا كل شيء يجون علينا، وين المحافظ يريدكم يوديكم لدياركم، جابنا على اساس لديارنا، جابنا هانا ثلاث ايام ظلينا بالمشاعات، كل شيء ما جاب لنا، الله وكيل مديحنا، هسه يجي يرهم ينام هان وانا اروح انام بيته؟ ها؟ خلي يجي هان يتحمل هاي الوساخه اذا هو زلمه. والله العظيم كل شيء ما جاب لنا. اي صار اربع سنين ليه ما سال علينا؟ اربع سنوات صار اربع سنوات ما سال علينا. هو هذا عمل؟ ها؟ عايشين؟ والله على الله عايشين. لا شغل لا طاقة. بس على المشايخ وهاي. والله العظيم. كنا هناك احنا عايشين احسن عيشه. العظيم دايحين، احنا مو دايحين بالشوارع. ها؟ والله كلام الله دايحونا. هسه دايحين بالشوارع، نايمين بالزباله، بالبوك، البوك كلانا اكل. اسعى الله وكيد كل حبايه هيك بجهالنا يعني جهل عمره شهرين وين نوديه حتى حليبه ما عاد اجيب له والله العظيم ربع دينار ما اجيب خوش اسعى خلي يطلنا شغل ما حتى شغل فلاحه ماكو لا بد خلي يرجعونا لنا بيوتنا ما ترتين والله العظيم هاي ثواني ربع ساعه طب ببيتي يعني ما يرجعونا عمي مو تعب انا ابوي سقط امي مريضه وين اوديهم بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الناشد شك واحد شريف بالحكومة. الناشد الحكومة ان تجي تنظر على حالنا، تشوف اطفالنا، تشوف نسواننا، يعني دحنا احنا مدايحيننا، الحكومة دايحتنا. يعني كله من كله احنا دايحين. يعني شنو ذنب اطفالنا هاي؟ شنو ذنب نسواننا؟ جابنا المحافظ ضحك علينا، جابنا من بغداد صلاح الدين. ذبنا هانا ومشي. جي علينا خمس دقائق ومشي، احنا نريد من يجي نريد يرجعنا لمناطقنا يشوف حالنا ينظر علينا كاب. هو لا جي لا شافنا لا ها جاء يمكن غلى الخمس دقائق ركب سيارته ومشي، ايش مستفاد من عندنا؟ يعني حالتنا مأساة قضيناها. هو احنا هسه احنا شباب على اساس اللي يشوفنا عمري 50 سنة وهو انا مواليد 91 شاب. يعني شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنب هالاطفال؟ يعني هالاطفال انحرمت من المدارس، انحرمت يعني من كل شيء. هسه ابن المسؤول اذا يريد يطلع للمحل يشتري له ب 60,000. ابن المواطن هسه ولدنا لا يريدون يطلعون ربع دينار ما يقدر يشتري، بربع دينار ما يقدر يشتري، ليش؟ حالنا من حالهم لو هم يختلفون، هم عندهم رب احد، اذا عندهم رب احد خلي يقولوا لنا لا عندهم رب احد. ديحونا صار لنا اربع سنين دايحين. اربع سنين دايحين. اطفالنا يعني لو واحد تمرض اذا ابسط شيء لا يصير بس خونه ما عندي فلوس اوديه. يعني
اغرب مستشفي هان ما اقدر اوديه، فلوس ما عندنا. باجات خذونا الصور، كمل الباجات لحد الان ما ندل الباجات عدمن، يعني ولا حد قال لنا الباجات وين، ولا ندلينا الباجات وين، ولا انطوناها لحد الان. يعني شنو ذنبنا احنا؟ لا نطلع نشتغل لا شيء، واحد من غير يطلع يشتغل يعين عائلته هاي، يعني هسه اغرب شيء ديحونه. احنا ببطننا ودايحين. بلبلد مالنا ودايحين. وانا ابو مازن وانا الاخر والاخر. شيء اكيد هذا يعني من جابنا من قاد ديحنا هان ما يردونا. احنا مو عراقيين، هسه بالنسبه لهم احنا مو عراقيين. بس وقت الانتخابات راح يجونا. وقت الانتخابات كلها تجي. عش يجونا الساع. صار لي 4 سنين دايح ما اعرفون الساعه وقت الانتخابات يدزون علينا يجيبونا ذبونا بهاي الخيسه شيء عش جابونا يعني علش جابونا يعني اذا عندنا طفل يتمرض ما عندي فلوس اوديه للمستشفى يموت ما عندي فلوس اوديه للمستشفى خلف الله على الناس الخيره اللي ساعدتنا ما عندنا اي شغل الساعه دايحين الساعه احنا اغرب نقطه لنا احنا سمونا خلي يسمونا الدايحين خلي يدايحونا بغير دوله خلي يطلعونا عمي ما يردونا خلي يطلعونا قولي يابا احنا مريكم اطلعوا روحوا شوفوا حال سبيلكم وين عندنا مستقبل احنا ما عندنا مستقبل بالنسبه لنا ويا هالوحوش ما عندنا مستقبل ديحونا عمي صار لنا 4 سنين دايحين 4 سنين المحافظ ما صلاح الدين ما جيه وشافنا جيه اخر شيء جيه ذاك اليوم هنا شافنا قال ان شاء الله خير ارجعكم وشنو اللي حد الان ما رجعنا ولا وصل علينا ولا شافنا محافظ ميش عمي انا عندي طفل عمره 6 اشهر 6 اشهر جاي يجيبونا مي خابط كله طين جاي اشربه من عنده ارضعه من عنده الشيء اكيد ها يوميا هو مريض اسهال عنده اسخونه عنده كل شيء عنده يعني شنو ذنبنا احنا وانا نسيت المي بألف دينار منين الالف غير اطلع اشتغل اجيب الالف حتى شغل ما جاني اشتغل عمي خلينا نظرون علينا خلي مخافة الله بين عيونهم والله احنا ما ادري ما لنا مصير بالعراق بعد ما اظن لنا مصير مصيرنا مجهول عمي خلي يطلعونا يقولون انتم مو عراقيين خلينا نطلع السوان انا اقول لك شنو سويناه سويناه احنا فقره لو ما احنا فقره كان ما ديحونا عمي شغله الدواعي شجت وراحت صار 3 سنين منطقتنا محررة، ليه ما يرجعونا؟ 3 سنين منطقتنا محررة، ليه ما يرجعونا؟ شو انتظرون؟ لا ما عندنا متعاونين ويا داعش. هو احنا ما نريد اللي حتى لا اكو واحد صار ويا الدواعش احنا ما نريده، شو نريد به؟ اللي هجرني وطلعنا من بيتي وصار لي 4 سنين دايح، شو اللي يبه؟ عوائلنا ما بيها داعش. ولا حس على داعش وعدنا يعني امن الوطني دقنا حاسبه غيره يعني كله تعاونت ويانا الحكومه كله تعاونت ويانا من عدل مسؤولين الكبار ما جو ولا واحد يعني الساعه من يجي يريد انتخابات عش ننتخبه يعني انتخبه راح ياخذ مقعد بالحكومه ويديحنا احنا بالنسبه لنا دايحين ديحونا رسمي الحكومه ديحتنا رسمي قصوا احنا ديحونا رسمي الشعب الساعة دايح كله مطالبنا والله نريد نرجع لبيوتنا أبسط أمنية عندنا يرجعونا لبيوتنا بس هاي احنا نريد العودة لديارنا واحنا مظلومين وما عندنا كل شيء ولا متعاونين لا ويا داعش ولاش ورانا أطفال هاي كله يعني مرضى وهذا وحتى أبهاتهم مفقودين ما ندل عنهم كل شيء أنا اللي يدلوني على أولادي وعلى زوجي وين ودوهم؟ يعني لا هم دواعش أدقهم حاسبات مو دواعش، سويتهم بلاغ نشرتهم بجريدة، ما دل عنهم أي شيء و20 طفل أنا وين أوديهم؟ وهنا الساعة ساكنين، أنا لا حتى أرجع لديرتي أنا وين اللي يرجع وياي؟ لا ولادي لا زلمتي أنا وين أروح؟ يعني 20 طفل وياي. ومن مكان لمكان يجي يودونا اول شيء بسحاقي من اسحاقي خذوا همين حماني يابا من الخذاو كلهم يقول انا ما خذيتهم وهم السرايا خذوهم يعني احنا نريدهم الساعه انا وين ودوهم نريدهم طيبين ميتين احنا نريدهم وولادي همين وزلمتي احنا نريد منهم ما عندنا وهاي دقيناهم حاسبه والله مو دواعش ولا وفلح وقنامه احنا قنامه ودقيناهم حاسبات حتى كل العشيرة تدريبهم شنو ممه
لا دواعش ولا كش ولا دواعش، خلي يجون ياخذون اولادهم واحنا خلي يذبحونا حالنا حال ولدنا اللي خذوهم. ليش خلوا هاي الطفل شنو ذنبه؟ هاي صغار شنو ذنبه؟ يعني 20 طفل بلا ابا انا هسه حتى ارجع المنطقه انا يعني وين اروح؟ يعني بلا يزلمه وين اروح؟ كله 20 طفل. يعني احنا نريد من الله منهم يرجعونا لديارنا والمفقودين يرجعونا لنا. اي والله ولادي اثنين وزلمتي وحميني والله انا عاد طبت جهه ما عارفه وخذتهم ما رجعوا ولا كل شيء ادق محاسبه ما القاهم ما عندهم. اطالب اريد الحكومه تدورهم لي وتلقاهم طيبين ميتين انا ينطوني اياهم ما راحوا يعني بلعتهم القاع. انا قدامي خذوهم والله قدامي تيحوا الغنم وخذوهم. والله هذا البق هل تشوفه انت بعينك تشوفه والله يوميا لا نوم ولا كل شيء. هاي شغلتنا يلا ننفض عيوننا راحت انعمي انا وهاي هي. اي احنا نريد تساعدونا ترجعونا لديارنا. اي هذا اللي نريده من الله ومنكم. والله اطفالنا هل تشوفهم هاي حالتهم. اي نريدكم يعني تحاولون الحكومه ترجعنا لديارنا. والله تعبنا وملينا وحتى عقده نفسيه صارت حتى بالاطفال. والله العظيم حتى بالاطفال صارت عقده نفسيه. والله هاي صار لنا 3 سنين وهاي الرابعه. 4 سنين يعني هاي حالتنا. ونريد انتم تشوفوا بعينكم انتم. ها؟ والله انا لا رجعونا لديارنا وشافوا يعني الولدي حال والزوجي والحميني لا والله انتخبهم. ولا ما شافوا حل والله ما انتخب اي بشر يعني هاي حالتي وانتخب. احكي لك على ضيمي على هضمي ما تشوفني شلوني. اي اريد ديارنا واريد الامان يا خالي ما اريد كل شيء غير الامان. اي والله اريد حتى لو نظل هان تجيب لنا دول هذا البق ملخنا. اي هذا مو ضيم وعزيه وصخامي هذا مو ضيم ما تشوف البق كلانه الجهر راح تجرزم واحنا دايحين. سوولنا حل سوولنا حل عمي عايشين على الله الله معيشنا الله. اريدكم اريد الامان. شو اريد؟ اريد ديرتنا 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 ما ننطيه ديرتنا الديره الديره والامان. ان الله هذا بغيمته الزرقاء لا يساعدونا هناك. احنا ما كنا هان عمي كنا ببغداد لنا 4 سنين. اي ما دريت منه عايلنا اسبوع نجينا انطيني كلام البق بعت الماجن. اي عزيز تموت واحنا مثل ما يقول ونريد احنا الرجعه لها ان كل شيء ما نريد لبيوتنا كل شيء ما نريد. اي واحنا اي هاي شوف عيشتنا هاي البهدله وهذا هو معانات والله بس يعني مغير مقام شويه والله بلا ساعدونا ماكو بعد اي شيء حاجة علينا. اي ماكو بعد اي شيء والله امراض. هاي شوف هاي البشر هذا وهالبق هذا كلانا هالبق ساعة مو كلك البق ولا اي لو مناطقنا واحد يهمنا يكافح او مثل احسن البق هذا وهذا المصايخ. اي واحنا نريد اي شيء نرد لهن كل شيء نرد له على بترابات نقعد. اي اطفالكم شنو؟ والله اطفالنا هاي شو هاي هاي شو هذا اي لا دكم لا حذيه لا شيء كله دا. عندكم اطفال معاقين؟ اي عندنا معاقين. اي شنو وضعهم؟ والله وضعهم لا يقوم ولا هذا. اي والله صحيح والله سقطاء. اي والله العظيم علاجات ما حد يجيب لنا اي علاج. كل علاج ماكو. والله نطالب الحكومه احنا كل شيء مريد. اي اريد نطالب منهم بس يرجعونا لهن كل شيء مريد لا اريد هذا ولا هذا. اول وحده احنا نناشد الحكومه والناشد اول شيء قيم مقام ان يرجعنا لبيوتنا. واحنا ما نريد كل شيء يعني لو حتى بيوتنا مفلشه احنا قبلانين نرجع. اولا مستقبل شبابنا كله ضاع. ثانيا احنا تاذينا من 2007 وجاي، انا من 2007 انا منطي شهداء بس انا من بيتي يعني وعمامي وقرايبي 7 وهسه بهاي الاحداث من عمامي واخوتي ابوي 11 واحد. داعش عندنا خطف من ولدنا منتسبين خطفهم واحد 94 خلى بس بنيه هاي وانا موجوده هي وزوجته.
ومو واحد خذه ولا اثنين الدواعش، قتلوا عندنا ناس ابرياء حتى ما عندنا منتسبين وقتلوهم. يعني احنا مطلوبين بال 2007 للارهاب الداعش، هسه ضاعت يعني حقوقنا، يعني فوق ما احنا بال 2007 انطينا خسائر، حاليا بداعش هم انطينا خسائر من داعش، مطاردين من الارهاب، والدوله يعني ما جاي تقف ويانا، ما جاي تساعدنا. صحيح ما عنده يعني شيء ويانا، ذابتنا قبل، نريد نرجع لبيوتنا احنا، نريد الدوله تقف ويانا، احنا ضحينا بارواح شبابنا واهلنا، يعني ليش؟ احنا مو عراقيين؟ الا مو عراقيين، خلي يقولوا مو عراقيين، اول واحد اي مسؤول يريده يجيب عائلته يقعده بهذا الضيم. هسه انتم شوفوا انتم المذيعين، يعني هاي انتم تقدرون تتحملون بعد دقيقه؟ من يقدر يتحمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء مناطق جوازرات وسنجار وأم شعيفة والرواشد وعزيز بلد، جئنا في هذه الوقفة لنعبر عن رفضنا بارتباطنا بما يسمى ناحية عزيز بلد التي لا وجود لها على أرض الواقع. هي ناحية وهمية موجودة على الورق وليس موجودة على أرض، ولا توجد أي دائرة خدمية تقدم أي خدمة للوطن والمواطن. هذه الناحية أنشئت بموجب توافقات سياسية، ونحن كمواطنون لا علاقة لنا بهذه الناحية لا من قريب ولا من بعيد. من أنشأ الناحية يعرف كيف يلغي هذه الناحية، لكن لا يلغيها لأنه يريد أن يحقق مصالح حزبية ضيقة تصب في جيوب الذين يسكنون الفنادق. وعافوا هؤلاء جياع، أين ساكني الفنادق؟ أين أعضاء مجالس المحافظات؟ كلهم سكن الفنادق، والآن يرفعون شعارات وجود ناحية عزيز بلد ليخلقوا فتنة جديدة وليفتتوا السلم والأمن الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد. نحن شيعة وسنة أخوة منذ أن خلقنا الله، لا يؤثر علينا السياسيون بمخططاتهم التي لا تصب سوى في جيوبهم ولا تخدم إلا أجنداتهم التي جاءت من خلف الحدود. باسمي وباسم عشائر العزة والبفراج الموجودة في منطقة جوازرات وأم شعيفة وعزيز بلد، نرفض رفعا قاطعا ارتباطنا بناحية عزيز بلد بتاتا. السبب لأنه الناحية صارت لأغراض سياسية ومكاسب اللي سووها السياسيين والأحزاب اللي سووها الناحية، زين المكاسب هم السياسية، هم مو الخاطرنا. احنا من 62 احنا ارتباطنا من ناحية الضلوعية، ما أنا دخل بعز بلد خلاص ما يخالفنا، عمامنا وقرايبنا بعز بلد مو مشكلة. زين يعني اتفاقات سياسية، عم اتفاقات سياسية صارت على سبب النازحين، كل تفضل دم النازحين. نريد واحد من السياسيين يجي يقعد بالخيمة هذه، أكو واحد من السياسيين يقدر يقعد ساعة ما يبقى يقعد ساعة بهالخيمة؟ من يقدر يقعد بهالخيمة؟ أنا صار 3 سنوات نايمة بهالخيم، تهرت عليهم وبدلوهم 3 مرات. مطالبكم والله مطالبنا ندير رجوع، رجعونا عمل مناطقنا، ما يريد كل شيء لا سياسي ولا تسقم ولا كل شيء. احنا روحنا خلينا بتراب مو مشكله، اللي عند خيمه واللي عنده جرق يقعد جوها، المهم ما نظل هنا موجودين. نريد نرجع بس مسؤولين ما حد ساعدكم، مسؤولين ما شفنا واحد من المسؤولين جو قال مرحبا. كل من نايم له فندق واللي نايم له بارقى بيت والتباريد تنفخ عليهم ياكلون ارقى الاكل، والناس جات لها الجوع وجات لها الحار. والله بشيخ عدان والله عم اطفالنا كلها راح تجرذمت وراحت انتهت اطفالنا. اللي يخص مجلس الناحيه، هاي كذبه طبعا اخترعوها السياسيين المحافظه واعضاء مجالس واعضاء مجالس ناحيه حتى لا يرجعون الناس. ليش؟ لانه ناحيه عز بلد صار بها ارهاب وصار بها عناصر ارهابيه وصار بها، فخلوها حجر عثر بعوده النازحين. مطالبنا احنا فقط العوده لمناطقنا، احنا نرفض ارتباطنا بمجلس ناحيه عز بلد، وذلك لانه نحن مرتبطين بناحيه الضلوعيه من سنه 64. شلون عايشين معاناتكم؟ معاناتنا والله عايشين بالظلام. شلون يعني؟ اللي عنده شغله يقدر يشتغل ياكل، اللي ما عنده شغله والله ميت، يعني بس مجرد حيان. والاطفال؟ الاطفال جرب. امراض اشكال صارت يعني، حتى المنظمات الانسانيه ما عاد تلحق على، ما عاد تسيطر على الامراض اللي نشأت بهاي المخيمات وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم نازحي منطقة جوازرات أم شعيفة سنجار عزيز بلد، احنا اكو موضوع واقف عثره امام رجوعنا اللي هو ناحية عزيز بلد. عزيز هاي الناحية اصلا هي ما لها وجود، مكتسبات لحزب معروف عندنا احنا نعرفه، سووا هذا المجلس، وحتى بالتعيين عينه والناس المتنفذين به.
عندنا ناس خريجين، عندنا ناس تعبانين، شكو متنفذ زنقين جيبه متروس هم هو تعين به. الان احنا نريد نرجع. شنو المشكلة؟ المشكلة المجلس، مجلس عزيز بلد لازم ينحل. هذا طلب من مطالب بلد. احنا ما لنا علاقة، رابطنا احد اعضاء مجلس المحافظة. ايه هاي الناس ابرياء، لا عندها مصدر عيشة، لا عندها شيء تشتغل، يعني ما ظل ما ظل كل شيء، ما ظل طلعنا بطريقة دشاديش. ميتين جوع. ميتين جوع، امراض طيحت حظنا، جوع الناس يعني قامت تشحد اخي. الناس قامت تشحذ بالشارع. ايه ما ان اي علاقه. اعضاء مجلس محافظه عندنا اثنين، واحد يعني زين ويانا، والاخر مكلب لي بموضوع عزيز بلد، موضوع ناحيه عزيز بلد. المنتفعين منا 30 شخص والمتضررين 30,000. انا احط 30 شخص المكتسب له، والله هذا انجاز للحزب الاسلامي حتى نحكي بالصريح. وبيهم ناس دواعش من اعضاء مجلس الناحيه، من اعضاء الناحيه بيهم دواعش ومعروفين، واتحدى اللي طالب بالناحيه اتحداه يشخصهم، انا وغيري والاخر والاخر الفقير يشخصهم. دواعش دواعش، نعم. احنا ما نقول عزيز بلد كلها دواعش، بها ناس خيرين، بها ناس ابرياء. لا ما اقول لك، لا لا لا, لا ما اقول لك، بها ناس خيرين وبها ناس عوائل شذة ومن عندهم موجودين، وناس طلعت وناس انكتلت. مطالبنا اخي احنا اصلا مشكله ويا بلد ما عندنا. المتحدث وياك، انا يوميا ببلد، انا يوميا ببلد يمنا تحرير، هاي دقيقتك، انا يوميا ببلد ما عندنا مشكله ويا بلد. اهل بلد يجون يمنا، احنا نروح يم بلد. فهذا موضوع على الناحيه، خلي كذبه سياسيه وانجاز لهم يقول لك ما فرط لي. أنا يعني بالنسبة شوفي، أنا بهذاك الشهر هنا وصلت للموت، يابا بس دافعوا لي ماكو، واروح قبل خلف الله عجبور وربع عجبور دفعة، وعمليتين يتبرعون بها ويبصمون على عمليتين. والله أستاذ ماكو، رجلي صحيح موظف 13 نفس، ياخذ بالشهر ياخذ 650 مصرف وطبيب ومسواق وكل شيء علينا. والله رجعتنا ضحكوا علينا، جاء المحافظ هنا ابو مازن قال ان شاء الله هذا الشهر مو علي لا حد يجي انتم ببيوتكم، واليوم صار 3 سنوات وهاي الرابعه. انا بعد ما اصدق لا مسؤول ولا محافظ ولا باي شيخ ما صدق. والله هاي نروح على الطبيب على شكوك على الضلوعيه، تندور باصمان نازحين تندوي به. احنا نريد ابو مازن يشوف لنا الحل، يشوف لنا ترى مو اليوم وباكر وعلى شهر وعلى اسبوع ويضحك علينا. أوضاعنا تعبانة، كهرباء ماكو، مي ماكو، وجبات ماكو، مساعدات ماكو، كل شيء ماكو، بهذلة علينا، والله بهذلة. طب الخيمة وشوف، والله حر وميتين، وجهالنا ومريضين ومتبهذلين وكل شيء ماكو. إيه وأريدك توصل لي صوتي اليوم أبو مازن. سرطان عمي وجراب والعالم كله ما يقارب العشرين إلى 15 شخص توفوا، شنو ذنبهم ذولا؟ شنو ذنبهم؟ داعش ذاك ولا من إن شاء الله بعد ما رجع وراحنا، شنو علاقتنا به؟ من اللي يطلع من إحنا بالنسبة لنا اللي يطلع من منطقتنا أو من عشيرتنا داعش إحنا متبرين من عنده. اللي انتخبناهم وينهم؟ قاعدين على التبريد وما سأل على هالحرارة 400 تقريبا، أكون الطبية هسه وشوفها حرارة 400 والله. والله احنا بالنسبة لنا صرنا حطب بالنار هاي، لا احنا الماشلين، لا احنا شاربين، لا احنا عندنا داعش، لا احنا عندنا شيء، قراي مظلومين، مبيوعين، ما ندري مبيوعين، ما جوز مبيوعين، جوز مو عراقيين، ولا ما يريدوننا عراقيين، والشعب مالنا ما محترف بينا احنا عراقيين. خلينا نطلع على غير دول، خلينا نروح على امريكا، نروح على ايران، على اي منطقه نروح، جوز حتى نروح على هالبلد يقدرونا احسن من هنا. من المجموعة